أعرب رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ورئيس فنزويلا بالنيابة أخوان غوايدو عن دعمه الكامل لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وذلك في إطار السيادة المغربية والذي يشكل الحل الوحيد لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. وأعرب غوايدو كذلك عن امتنانه للملك محمد السادس وللحكومة المغربية على دعمها للانتقال الديمقراطي في فنزويلا، مسجلا دعمه الكامل لمقترح الحكم الذاتي في منطقة الصحراء والقائم على الاعتراف بالسيادة المغربية ووحدة الترابية للمملكة في نفس الصيغة والتي سبقت وأعربت عنها عشرات الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. موقف غوايدو تضمنه إعلان تم نشره على الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفنزويلية، وذلك عقب المباحثات الهاتفية التي أجراها يوم أمس مع وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.